كل سنة نحصي مئات من ضحايا الغرق، وذلك بسبب المغامرة والسباحة في الأماكن الممنوعة وغير المخصصة لذلك. باش نوقفوا هذه المأساة، لازم علينا كاملين اتباع إرشادات السلامة التالية: السباحة في الشواطئ المحروسة فقط، وعدم القيام بذلك في الشواطئ غير المحروسة وفي السدود والمسطحات المائية والآبار. التقيد الصارم بتعليمات وإجراءات السلامة خاصة في أوقات السباحة الممنوعة. عدم التعرض المفرط لأشعة الشمس قبل السباحة. بلل رأسك ورقبتك وبطنك وادخل الماء بصفة تدريجية. على الأهل أن يكونوا العين الواعية والساهرة على سلامة أطفالهم في كل الأوقات. عدم القيام بالمناورات الخطيرة كالغطس أو القفز من أعالي الصخور، قد تكون تلك لحظتك الأخيرة أو سببا في إعاقتك. يا عمرو 15 سنة قال لي نروح البحر، أنا وسيتي وشحال مرة تقول لي يا وليدي روح مع أصحابك، روح مع فاميليا، بصح ما خذاليش راي رحمة ولاش. في حال الغرق يجب الاتصال بالحماية المدنية، مراقبة الغريق دون انقطاع، مساعدة الغريق دون مخاطرة. ما تغمروش بحياتكم.